جمال أكبر مشكلة من عندك صديق لوت هواي هذا حتى من تقبط الجنطة مالته يخلي اللوت بجيوبه ذاك اليوم شريت 29 قوطية بيبسي ويقول أريد بعد وحدة يا بس شو تسوي بيها يقول حتى صرنا 300 صندوق كامل أدرى عندك عرس حلمة تريد توزعهم بثواب موتاك شو تسوي بيهم يا أخي تفتح جنطتك ايش تلقى بيها علاج طلاق طايرات ذاك اليوم حتى شريت صمونتين بالجنطة يقول خاف الجوع بالجيم نازلين باران قوله واخذنا الاول وهو يقول شباب كملت لوت يلا خلي نبوش والله حب عزلنا تعال باكر العصر ادري غير خلاص الجيم يعني منين نجيب لك الواعي داير لك من الجيم اللي بصفنا هيك اشخاص المفروض الشركة تسوي لهم راتب لان جاي مفهوم الخريطة ورا الواعي يعني يدخل لك للبيت يكون سكنس بحيث اخر شي من يكمل لوت ويرجع لك عطر ويسد الباب وراه.